Thank you.
أنت ما يوني الروح
يا رب
تجعله كلهم كل شيء وعبادات مشهورات من عبادات مشهورات أخي توفي Yeah.
بكم
النمل يقول لي تدفي الدوي يقول لي تنم دوبي أفشنا بسيد يا ملدي يقول لي تنبس Amen.
الكنيسة الله.
شهداء كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. Ar
إلى التمام. السلام الذي رفع إلي إلى السماء
Thank you.
Thank you.
وراك مش باين. الله يبارك فيك. حسب ابونا ابونا سلوان. ها؟ صور عمك كويس يا حبيبي، صور عمك. واحد امين، افرحوا معنا كلكم اليوم يا اباء واخواتي من اجل ابائنا الاباء المكرمين القمامسة الذين اخذوا هذه الدرجة الصالحة التي يعطيها الرب لمن يشاء ويفيد روح قدسه على من يعمل صلاحه. اختارهم الرب على لسان بولس الرسول لسان العطر ومعلم المسكونة، إذ قال في رسالة رمية: ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. يعقوب الرسول يقول: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نادلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ويقول الكتاب المقدس مبرهنا ومعلما أنه لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطيه من السماء. نقدسه تقديسا يليق بجلاله ونشكره شكرا على ما وهب لنا من جديد بركاته. نسأله أن يعطينا فهما لكي نفتح أفواهنا اليوم وننطق ونتهلل ونفرح بكرامة أبائنا القمامسة الأطهار بما نالوه من المنزلة الرفيعة الكهنوتية التي هي درجة القموسية. قال يوحنا الإنجيل بتقول في سفر الرؤيا: إنني رأيت كرسيا عظيما في وسط السماء و24 كرسيا حول العرش وجالس عليها 24 قسيسا بمقام النفيس. دي هي القموسية. قبل بس دي هي القموسية. واللي فات ده 20 قسيس بس يبقى قسيس. بمقام نفيس يبقى القمص. وعلى رؤوسهم أكاليل وبأيديهم مجامر من ذهب مملوءة بخورا مختارا. وهم يصرخون الليل والنهار قائلين: قدوس 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 رب السباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس. داود النبي يقول في المزمور عن حمل الله الكلمة: أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. استحققتم كرامة عظيمة يا أبائي الأطهار المكرمين القمامسة كهنة الله العلي، من أجل طهارتكم وسيرتكم الحسنة اطلبوا دائما عن شعب الكنيسة أمام هيكله. طوباكم أيها الكهنة الأطهار، قد تشرفتم جدا بهذه الدرجة الحسنة من السيد المسيح له المجد مثل رتلي الأطهار. عندما نلتم هذه النعمة صرخ السمائيون والأرضيون قائلين: Oh,
المستوجبين لميراث فردوس النعيم، ويسمعكم الصوت الفرح الحنون القائل من الفم الإلهي وادخل إلى فرح سيدك. نسأل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أن يحفظ كهنوتكم بالبر والعدل والطهارة. آمين. 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 يحفظ لنا حياة وقيام أبينا الطباول أبي المكرم البابا البطريرك الأنبا طوادروس الثاني. آمين. 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 وشركه في الخدمة الرسولية بين الطباوي الأسقف الأنبا متاؤس. آمين. آمين. سلامية ويوصلنا إلى الملكوت السمائي بشفاعة الست السيدة مريم البتول الطاهرة الذكية أم النور، الشهيد العظيم مريم مرقس الإنجيل الرسول كروت الديار المصرية، وأبينا القديس الأنبا يحنس كاما، والبابا كيرلس السادس، وسائر الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والمجاهدين بقولنا جميعا. بخريستوس بن نوتي. آمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. اجعلنا ربا نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. نقول سلام. سلام ربكم معكم. استنوا بقى لما نقول